أفادت مصادر أمنية صومالية بمقتل 7 أشخاص بعضهم من قوات الأمن جراء هجومين انتحاريين بسيارتين ملغمتين استهدفا منطقة قريبة من مطار العاصمة مقديشو وتبنتهما جماعة الشباب المتشددة. أحد الانفجارين استهدف نقطة التفتيش التابعة لمقر بعثة حفظ السلام الأفريقية، ما فتح الطريق أمام سيارة أخرى للعبور باتجاه فندق السلام الذي يرتاده أجانب.